Bugün ne alacağız öğretmenim? Bugün ne alacağız öğretmenim? ماذا سنأخذ اليوم يا معلمتي؟ الفعل المضارع. Şimdiki zaman. Bu kolay bir ders mi? Bu kolay bir ders mi? هل هذا درس سهل؟ Tabii çok kolay. Tabii çok kolay. طبعا إنه سهل جدا. لنتذكر معا قاعدة الرباعي الصوتي. أ و أ يناسبهما أ. أ إي إي أو 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 أ و أ أ. ننتقل للاحقة الفعل المضارع التي قد تكون أيور أيور أويور أيور. نختار هذه اللواحق على حسب ما يناسب آخر حرف صوتي بأصل الفعل. أمثلة: كال ماك البقاء، وهو فعل خام نجرده من لاحقة الفعل ماك، يبقى لدينا كال وآخر حرف صوتي فيه آ. لننظر لهذه الفرق الأربعة ونرى ماذا يناسب حرف الآ. آ و أ يناسبهما أ، إذن نضع أيور. نختار أيور، أصبح لدينا كاليور كاليور كاليور، يبقى. مثال آخر: فيرميك فيرميك الإعطاء. فيرميك جردناها من ميك، بقي فير وآخر حرف صوتي في فير هو إي. نختار ما يناسب حرف إي وهو إي. Very your, very your, يعطي very your. Olmak الكون olmak. نجردها من mak يبقى لدينا all. ننظر إلى آخر حرف صوتي في all وهو o يناسبه u. All u your, all u your, all u your. يصير يحدث. مثلا لو تعجبنا من أمر ما فنقول نوليو نوليو ني أولو يور، ماذا يحدث؟ مثال أخير: جول ميك الضحك. جول ميك جول آخر حرف صوتي فيها أو و أو يناسبها أو. جول لو يور جول يور gülüyor يضحك. Bu kadar mı? هل هذا هو فحسب؟ Hayır ama bugün için yeterlidir. Hayır ama bugün için yeterlidir. لا ولكن هذا يكفي اليوم. نختم مع هذه الأمثلة التي يتوجب عليك حلها بنفسك. almak الأخذ، silmek المسح، koşmak الركض، dönmek العودة. alıyor يأخذ، siliyor يمسح، koşuyor يركض، dönüyor يعود. aferin sana çok çalışkansın. aferin sana çok çalışkansın. احسنتي انك مجتهدة كثيرا. Nasılsın Songül? Yeni bir ders için hazır mısın? كيف حالك Songül? هل أنت مستعدة لدرس جديد؟ İyiyim, teşekkürler. Evet, hazırım ama kolay olsun. بخير, أشكرك. نعم, مستعدة ولكن ليكن سهلا. Merak etme, çok kolay olacak. Merak etme, çok kolay olacak. لا تقلقي, سيكون سهلا جدا. Hadi başlayalım. هادي başlayalım. هيا لنبدأ. في الدرس الماضي تعرفنا على لاحقة الفعل المضارع التي قد تكون أيور أيور أويور أو أيور، التي نختارها حسب هذه الفرق: أ أ يناسبها أ، أ إي إي أو 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 أ أ أ. هاتر اليومسن، هل تتذكرين؟ Evet, bunları hatırlıyorum.
Evet, bunları hatırlıyorum. نعم، إني أذكرهم. جميل، لننتقل لدرسنا لليوم، الضمائر وفعل المضارع. الضمائر هي بان، أنا، لاحقتها أم، سان، أنت أو أنتي، لاحقتها سون، بيس، نحن، لاحقتها أوز، أو، هو أو هي ولا يوجد لها لاحقة، سيز، أنتم أو أنتن، ولاحقتها سونوز، أون لار، هم أو هن، ولاحقتها هي لار. هذه اللواحق تفيدنا بمعرفة من المتكلم في الفعل الحاضر. أمثلة: أوم، أنا، كونشيوروم، كونشيوروم، أنا أتكلم، كونشيوروم، أتكلم. سون، التي تدل على أنت أو أنتي، كونشيور سون، كونشيور سون، تتكلم، كونشيور سون، أنت تتكلم. أوز، لاحقة نحن، كونشيوروز، كونشيوروز، نتكلم، كونشيوروز، نحن نتكلم. أو، ضمير هو أو هي ولا يوجد له لاحقة، يعني فقط أصل الفعل مع لاحقة الفعل المضارع. كونشيور، كونشيور، يتكلم، كونشيور، هو يتكلم. لاحقة، ضمير أنتم أو أنتن، كونشيور سونوز، كونشيور سونوز، أنتم تتكلمون، كونشيور سونوز. لار، لاحقة الضمير أون لار، أي لاحقة ضمير هم أو هن، كونشيور لار، كونشيور لار، هم يتكلمون، كونشيور لار، يتكلمون. وبهذا نكون وصلنا لنهاية درسنا، وإليك بهذا المثال لتحليه. إيتش ميك، الشرب، طبعا نجردها من لاحقتها ميك، فيبقى أصل الفعل إيتش. إيتش آخر حرف صوتي فيها هو إي، وفرقته إي وإي، يناسبهما إي، لذا نختار إيور، إيور، إتشيور، يشرب. إيتش وإيور، إتشيور، يشرب. إتشيوروم، أشرب. إتشيورسون، أنت تشرب. إتشيوروز، نشرب. إتشيور، يشرب. إتشيورسونوز، تشربون. إتشيورلار، يشربون. Çok güzel. Aferin sana. Bugün çok kolay ve önemli ders alacağız. اليوم سنأخذ درس سهل ومهم جدا. Bu önemli ve kolay ders ne acaba? ما هو هذا الدرس السهل والمهم يا ترى؟ الأفعال الشاذة في الفعل المضارع. لقد تعرفنا في الدروس الماضية على كيفية تصريف الفعل الخام إلى مضارع، وأيضا تعرفنا على المضارع في الضمائر. اليوم سنأخذ الأفعال الشاذة. أول فعلين: يمك، الأكل، دمك، القول. اعتدنا في الحالات الطبيعية أن: واحد، تجريد الفعل الخام من مك ومك. اثنان، النظر لآخر حرف صوتي بأصل الفعل. ثلاثة، اختيار ما يناسبه من الفرق الصوتية. أ، أ، يناسبه أ، أ و إي، إي، أو، 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 أ و أو، أو. أما مع هذه الأفعال نقلب آخر حرف صوتي إلى إي ثم نضيف يور، يعني كالآتي: يمك، الأكل، جردناها من لاحقة الفعل مك فبقي ي، نقلب أ إلى إي ثم نضيف يور، أصبح لدينا ييور، يأكل، ييور، هو يأكل، ييور. نفس الأمر مع ديمك، القول، حذفنا مك، بقي دي، نقلب أ إلى إي ونضيف يور، ديور، ديور، يقول، ديور، هو يقول. Bu kadar mı? هل هذا فحسب؟ نعم، هذا كل شيء بالنسبة للفعلين السابقين، ولكن بقي لدينا ثلاث أفعال شاذة.
it make الفعل that make التذوق get make الذهاب نفس الخطوات المعتادة واحد تجديد الفعل الخامن make أو make اثنان النظر لآخر حرف صوتي بأصل الفعل ثلاثة اختيار ما يناسبه من الفرق الصوتية آ و أ أ و إي يناسبها إي أو 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 أ و أ أ ولكن في هذه الأفعال الشاذة نقلب آخر حرف الذي هو ت إلى د إت مك جردناها من مك إت قلبنا ت إلى د ومن ثم نختار ما يناسب آخر حرف صوتي وهو من فرقة A و E يناسبهما E لذا نضع إد و E ومن ثم يور إدي يور إدي يور يفعل إدي يور نفس الأمر مع تات مك جردناها من مك تات نقلب آخر ت إلى د ومن ثم ننظر لآخر حرف صوتي في تات وهو آ من فرقة آ وآ يناسبهما آ تاد ومن ثم حرف آ ومن ثم يور تاد يور هو يتذوق تاد يور تاد يور وآخر فعل لدينا جيت مك جيت نقلب ت إلى د وآخر حرف صوتي في جيت هو إي من فرقة إي وإي يناسبهما إي جيد إي يور جيدي يور يذهب جيدي يور هو يذهب يجب حفظ هذه الأفعال الخمسة شاذة لعدم الوقوع في أخطاء أثناء الكلام تمام هجام إي إز بيرلي جيم حسنا أستاذتي سأحفظهم جيدا والآن سأعطي بعض الجمل كأمثلة على الأفعال السابقة öyle yemeği arkadaşlarımla yiyorum أنا أكل طعام الغداء مع أصدقائي evde oturmaktan nefret ediyorum أكره الجلوس في البيت ne diyor anlamadım ماذا يقول لم أفهم babam yaptığım çorbayı tadıyor أبي يتذوق الشوربة التي حضرتها İşten sonra eve gidiyorum. أنا أذهب إلى البيت بعد العمل. في الدروس الماضية تكلمنا عن تصريف الأفعال للفعل المضارع والمضارع مع الضمائر بالإضافة للأفعال الشاذة في الفعل المضارع. Evet, hatırlıyorum. Çok faydalıydı. نعم، إنني أذكر لقد كان مفيدا جدا. اليوم درسنا أيضا عن الفعل المضارع وعنوانه المضارع بحالة النفي والسؤال. هادي başlayalım o zaman. هيا نبدأ إذن. أولاً لنتذكر معاً قاعدة الرباعي الصوتي. آ و أ يناسبه أ، إ و إي يناسبه إي، أو أو أو، أ أو أو. في حالة النفي سنضيف حرف ما لنفي الفعل المضارع. استيور هو يريد. لنفي هذا الفعل سنضيف حرف ما قبل الرباعي الصوتي إي ولاحقة الفعل المضارع يور لتصبح استميور استميور لا يريد للتذكير فقط طريقة تصريف الفعل الخام إلى فعل مضارع كمثال konuşmak التكلم نجردها من لاحقة الفعل konuş من ثم نختار الحرف الصوتي المناسب لآخر حرف صوتي ورد في كونوش من خلال الفرق الصوتية الأربعة آ آ آ آ آ و إي يناسبهما إي أو 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 آ و إي إي اخترنا أو لأن آخر حرف صوتي في كونوش هو أو أيضا من فرقة أو و أو أو أخيرا نضيف لاحقة الفعل المضارع يور كونوشو يور konuşuyor هو يتكلم في حالة النفي يتم إضافة حرف ما على ما سبق وأنوه أنه يأتي حرف ما قبل الحرف الصوتي ولاحقة الفعل المضارع يور يعني بالشكل التالي مثال konuşuyor هو يتكلم وفي حالة النفي konuş حرف ما و يور konuşmuyor konuşmuyor هو لا يتكلم
وأيضا يتم إضافة لاحقة الضمائر بعد your مثل الحالة الإيجابية. All me your room. أنا لا أخذ. All me your room. All me your room. Sil me your shoes. Sil me your shoes. نحن لا نمسح. Sil me your shoes. Buraya kadar anlamadığın bir şey var mı? إلى هنا هل يوجد شيء لم تفهميه؟ هاير هر شيء çok açıktır. لا كل شيء واضح. Ama bugün devam etmeyelim lütfen. Kendimi yorgun hissediyorum. ولكن دعينا لا نكمل اليوم من فضلك. أشعر نفسي متعبة. Tamam dersini iyi ezberle. Sonra devam edelim. حسنا احفظي درسك جيدا لنكمل لاحقا. Sağ olun. سلمتي. كيف حالك؟ هل أصبحت بحالة جيدة؟ اليوم سوف نكمل درسنا الفعل المضارع في النفي والسؤال. Evet, çok iyi oldum. Teşekkür ederim. نعم أصبحت جيدة جدا. أشكرك. O zaman başlayalım. في المرة الماضية تحدثنا عن نفي الفعل المضارع واليوم حديثنا عن الفعل المضارع في حالة السؤال. في حالة السؤال نقوم بنفس الخطوات المعتادة ولكن سنضعه بعد لاحقة الفعل المضارع لنرى كيف. في هذا الدرس لن نحتاج للتذكير بالفرق الصوتية لأنه حصرا ستأتي مو بعد يور وآخر حرف صوتي بيور هو أو يناسبه أو. لنأخذ مثال konuşmak التكلم. konuşuyor هو يتكلم. konuşuyor mu هل هو يتكلم؟ konuşuyor mu. almak الأخذ. alıyor يأخذ. alıyor mu هل هو يأخذ؟ alıyor mu. بالنسبة للضمائر نضع لاحقة الضمير بعد أداة السؤال مو. مثال konuşuyor musun. konuşuyor musun هل أنت تتكلم؟ أضفنا لاحقة سون. هنا يتوجب حفظ هذه اللاحقات من غير أي إضافات أو تغيير للأحرف. konuşuyor muyum هل أنا أتكلم؟ konuşuyor muyum. konuşuyor musun هل أنت تتكلم؟ konuşuyor musun. konuşuyor muyuz هل نحن نتكلم؟ konuşuyor muyuz. konuşuyor mu هل هو يتكلم من غير لاحقة؟ konuşuyor mu. konuşuyor musunuz هل أنتم تتكلمون؟ konuşuyor musunuz. ملاحظة ضمير هم لاحقته لار نضعها بعد يور وليس بعد أداة السؤال ونغير حرف أو إلى أ في أداة السؤال لأن آخر حرف صوتي هو أ في لار. konuşuyor لار م. konuşuyor لار م. هل هم يتكلمون؟ أمثلة أكثر. siliyor mu هل يمسح؟ siliyor mu. yapıyorlar mı yapıyorlar mı هل هم يفعلون. kalıyor muyuz kalıyor muyuz هل نبقى. أما إذا أردنا السؤال في حالة النفي فلا يختلف الأمر عن حالة النفي التي أخذناها في الدرس الماضي فقط نضيف أداة السؤال في آخر الفعل. konuşmuyor mu konuşmuyor مو هل هو لا يتكلم؟ kalmıyor muyuz kalmıyor muyuz هل نحن لا نبقى؟ silmiyorlar mı silmiyorlar mı هل هم لا يمسحون؟ يجب الانتباه إلى أن حرف الرباعي وما قبل يور هي للنفي أما مو بعد يور فهو للسؤال. koşmak الركض. koşuyor يركض. koşuyor. koşmuyor لا يركض. koşmuyor. koşuyor mu هل هو يركض؟ koşuyor mu.
كوشمو يورمو. كوشمو يورمو، هل هو لا يركض؟ İyi anlattınız hocam. Teşekkürler. أشكرك أستاذتي، شرحتيه بشكل جيد.